التسامح شيء مش سهل. التسامح لازم يكون البني آدم متسامح مع نفسه عشان يعرف يتسامح مع الغير. التسامح مع النفس لازم يبقى عندك قوة إنك تقدري تتحكمي في نفسك وتقدري تتعاملي مع مصاعب الحياة وتقاوميها وتعديها. طيب، أول حاجة في التسامح إن أنا أعدي الخطأ. أعدي يعني إيه؟ يعني لما حد بيقول البني آدم ده متسامح، هو التسامح ده أو إن هو بيسامحني، هو لما أجي أسامحك، هو أنا بسامحك أنت عشان خاطرك ولا أنا كمان؟ أولا أنا اللي بتعود عليا الفايدة أكتر منك، لأن أنا لما بسمح لنفسي إن أنا سامح اللي قدامي فبحط الموضوع ورا ظهري، وبالتالي بعدي، لان بشوف بكره، لان خلاص اللي حصل حصل وسامحتها وعديناها علشان نكمل الحياه، ونكمل الحياه بايجابيه، ما بقاش شايله. ما هو خذي بالك ان الواحد لما بيتضايق او ما بيسامحش، اعتبري نفسك كل ما بتسامحيش حد ان انت محتفظه بالضغينه جواكي، وبعدين يجي حد تاني ما سامحوش تحتفظيها بيها جواكي، وبتتملي مع الوقت، بتتملي طاقة سلبية، خلاص ما بتبقيش شايفة، مش قادرة، بتبقي حتى بتبتدي تشكي في قدرتك على انك بتعملي تصرفات ايجابية من كتر ما الناس بتسيء ليكي لانك ما نسيتيش. وبالتالي دايما التسامح يعود على الشخص المتسامح بالنفع والخير اكتر من اللي قدامه. طيب، امتى ما اقدرش اسامح؟ لان دي بقى اللي مهمة قوي. اولا البني ادم المتسامح بيكون عنده القدر، يعني عارف ان انا بسامح فلان، لكن عارف لو اللي فلان ده تعدى عليا هعرف اخد حقي. ودي مهمه قوي، حته ان انا اعرف اخد حقي او اعرف اوقف اللي قدامي عند حده، ده من جوايا، حتى لو ما عملتش كده، ده من جوايا بيديني ثقه، بيديني تحمل، لان انا عارفه يعني ايه. خليه يهزر، خليه ياخد راحته في الكلام، خليه مش عارف ايه، يسرق مني دي، يخبي مني دي، يغلس عليا في دي، لان انا عارفه وقت الجد او وقت اللي بيبقى فيه حاجه تعود عليا انا بالخطر هعرف اقول له ايه. بس خلاص كده حتتك تقف. فالبني ادم المتسامح ده مش معناه ان هو طيب ولا ضعيف ولا عبيط ولا زي ما بيقول كده الناس واخداه على مش عارف ايه، مش كده خالص، بالعكس البني ادم المتسامح شخص ذكي جدا.